إيران توعدت العراق مرة أخرى بشن عمليات عسكرية أو حتى ضربات عسكرية على أراضيه وتحديدا إلى شمال العراق وفي إقليم كردستان. وهذه التفاصيل هي كلها جاءت قادمة من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الذي نشرت وكالات الأنباء الإيرانية منها وكالة فارس التصريحات التي صدرت منه أثناء المؤتمر السنوي لقادة القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني طبعا في مدينة مشهد. ظهر بهذا الشكل ووضع هذه التصريحات، وما قاله بأن هنالك مجموعات مسلحة موجودة على الأراضي العراقية في إقليم كردستان، يقصد هنا الجماعات الإيرانية الكردية المعارضة طبعا بكل تأكيد. وقال هذه الأطراف لا زالت تهدد أمننا الداخلي، وبأن هنالك اتفاقا أساسا مع الحكومة العراقية قد أوقفنا على أساسه الضربات التي قمنا بها العام الماضي، ونريد من العراق الالتزام في مسألة نزع السلاح من هذه الأطراف، أو حتى كانت واحدة من أجزاء هذا الاتفاق هو غلق مقارهم، طردهم من إقليم كردستان. لا بد للعراق أن يفعل شيئا لأن الوقت أصبح ضيقا، وبأن سبتمبر القادم أي بعد شهر ونصف من الآن إن لم يفعل العراق شيئا فسنعود بتوجيه الضربات على هذه الأطراف، والضربات ستكون أكثر قوة مما كانت عليه العام الماضي بحسب تصريحات اللواء محمد باقري، وهذا ما قاله هذا الرجل يوم أمس. سننتظر حتى سبتمبر أيلول عندما تلتزم الحكومة العراقية، ونأمل أن تقوم بمسؤولياتها، ولكن إذا انقضت هذه الفترة وبقيت هذه جماعات مسلحة أو نفذوا عمليات فإن عملياتنا ضد هذه الجماعات ستتكرر وستكون بالتأكيد أكثر قوة. وما الذي يعني هذا؟ ما الذي تريده إيران في حقيقة الأمر؟ الطلب الإيراني هو نزع السلاح من هذه الأطراف، أن تبقى بلا سلاح تماما، وهذه العملية لا يمكن أن تتم إذا استمرت إيران مثلا باستخدام الطائرات المسيرة، باستخدام الصواريخ البالستية وباستخدام المدفعية. هذا لن يغير شيئا أبدا، وبالتالي عندما تتحدث عن نزع السلاح فهي نفس الطريقة التي قامت بها روسيا عندما بدأت بالعملية العسكرية الخاصة بها في أوكرانيا. يجب أن تتقدم بريا وأن تدخل إلى الأراضي في إقليم كردستان لكي تواجه هذه الأطراف، لكي تنزع السلاح منها، لأن الحكومة العراقية لم تتمكن من فعل أي شيء تجاه هذا الأمر. هذا هو أساس التهديد الخاص بهم، وإن كنا نعتقد أو إن كان البعض يعتقد بأن هذه التهديدات هي تهديدات إعلامية ولن تغير شيئا أبدا، علينا أن نكون حذرين مع ذلك أو مع الاعتقاد بهذا الشيء، لأن إيران أساسا تحشد بشكل كبير منذ ما يقارب الشهرين تجاه الحدود مع إقليم كردستان، ونتحدث هنا عن الحرس الثوري تحديدا. فقد لاحظنا في 30 مايو إيران إنترناشونال حتى عدد من الأوساط الإيرانية تحدثت بشكل واضح أن هنالك تحشيدات باتجاه إقليم كردستان عسكرية قادمة من الحرس الثوري الإيراني، ونشرت هذه المقاطع بهذا الشكل للقطعات وهي تتحرك. بعض المصادر طبعا تحدثت بأن هنالك نوع من تحريك القطعات أو تغيير مواضعها لكي تعطي تهديدا على الإقليم، ولكن التفاصيل الرسمية جاءت بهذا الشكل. ولاحظ القطعات ليست بالعادية أبدا، وتحشيدات كبيرة للغاية، والتحشيدات جاءت أيضا بعد تهديدات كانت قادمة من قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باقبور بهذا الشكل. أيضا وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب كان واضحا أيضا بتهديداته، وبدأ هذا التحشيد وكانت هنالك تهديدات، كانت هنالك تهدئة وتواصل من العراق مع الجانب الإيراني، ولكن الآن الجانب الإيراني يرى بأن الأمور لم تتم كما هو متفق عليه، وبدأوا يهددون مرة أخرى. أين هو العراق الآن وما الذي فعله العراق في ظل هذه التهديدات الجديدة التي تحدثنا عنها؟ أولى هذه الأمور قد صدرت بعض القرارات بعد ساعات من هذه التهديدات من رئاسة مجلس الوزراء، كقرار تعديل بصرف 10 مليارات دينار من أجل أن تكون هنالك أو إيجاد طبعا نقاط أمنية حدودية بين إقليم كردستان وبين إيران، وكذلك بين إقليم كردستان وأيضا بين تركيا. هذه كانت أولى القرارات التي لم تذكر طبعا إيران بشكل مباشر، ولكن كونها جاءت بعد ساعات من هذا التهديد هي أيضا مثيرة ومثيرة للانتباه طبعا بكل تأكيد. وأيضا أن مصادرنا الخاصة كانت قد تحدثت بأن الجانب العراقي الآن فاتح الجانب الإيراني وبدأ
يتساءل الجانب العراقي وأرسل مخاطبات لإيران، لماذا أنتم تهددون بهذا الشكل أيها الإيرانيون؟ أليس هنالك اتفاق بيننا وبينكم؟ وبالتالي هم طلبوا توضيحات من الجانب الإيراني، لماذا تريدون أن تشعلون الموقف بهذا الشكل؟ ولكن في نهاية المطاف في حقيقة الأمر هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة لا زالت تحمل السلاح، لا زالت مقارها موجودة، لم يتغير شيء بالنسبة لوضعها نهائيا، وهذا ما لا يعجب إيران أبدا، وهذا ما يرشح تماما بأن شهر سبتمبر القادم سيكون ساخنا من قبل إيران تجاه إقليم كردستان. وهذا التصعيد الإيراني يجب أن ننتبه بأنه يأتي بعد أيام قليلة فقط من تصريحات قادمة من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي قال ببساطة بأن الاتفاق أو الجهود الجارية للعودة للاتفاقية النووية مع إيران توقفت تماما. كل ما تم الاتفاق عليه في شهر مارس أثناء زيارته لإيران في هذه المسألة النووية لم تصل إلى طريق أبدا، وتوقفت الأمور، وبدأت التقارير تتحدث بأن إيران تخصب اليورانيوم بمستوى مستمر، وكان هنالك كلاما من الفوكس نيوز بأن إيران أساسا كانت تفكر في عملية اختبارات نووية أو غيرها. بالتالي الأمور عادت لتتصاعد مرة أخرى على إيران، وهنا إيران فتحت هذا الملف، وخاصة أن حتى إيران على مستوى الغاز الطبيعي فاجأت العراق في الفترة الأخيرة بقطع الغاز الطبيعي طبعا على العراق، الغاز الإيراني المهم طبعا بالنسبة للطاقة الكهربائية العراقية، وانقطع التيار الكهربائي في العديد والعديد من المناطق في الداخل العراقي، والعراق طبعا لديه مستحقات في حقيقة الأمر، لديه الأموال حاضرة لدفع مستحقات الغاز الطبيعي الذي يشتريه من إيران للحصول على الطاقة الكهربائية. بعض المصادر تتحدث بأن هذه الأموال تصل إلى 11 مليار دولار، ولكن العراق غير قادر على دفع هذه طبعا الأموال لإيران بسبب القيود الأمريكية. على هذا الأساس ظهر رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني وأعلن عن قراره واتفاقه مع إيران بأنهم سيقومون، والعراق سيقوم بدلا من إرسال هذه الأموال إرسال النفط الخام أو النفط الأسود مقابل الغاز الطبيعي لكي يؤمن الطاقة الكهربائية في العراق. وهنا طبعا يوضح تماما أن العراق يحاول تفادي المشاكل، ولكن إيران بالنسبة لها طبعا أشعلت الموقف كثيرا، وهذا يوضح بأن هنالك ضغوطا على إيران، وبأنها تريد المال، تريد الاستفادة من أي شيء ممكن أن تستفيد منه، وتصاعدت الأمور بهذا الشكل. المشكلة الآن فيما تتحرك به إيران وصرحت به هو لن يكون محرجا فقط للحكومة العراقية أو حتى لحكومة إقليم كردستان، إنما بدأت فعلا بعملية عسكرية في داخل إقليم كردستان. المسألة محرجة للولايات المتحدة الأمريكية ومزعجة، لأن لديها شركات أساسا الولايات المتحدة الأمريكية في إقليم كردستان تعمل على مسألة الغاز الطبيعي وغيرها. مثل هذه العمليات العسكرية أولا ستؤجل مسألة استقرار العراق في الغاز الطبيعي والتوقف على الاعتماد على إيران، أيضا في نفس الوقت بأن الشركات الأمريكية ستنسحب، ستترك، ستخلي مواقعها، لأن العملية ستكون أكثر قوة كما تحدث طبعا اللواء محمد باقري كما صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية منتبهة لما يجري ومنتبهة لهذا التصعيد منذ الشهر الماضي، فهم بدأوا الآن بدراسة إرسال المنظومات الدفاعية لإقليم كردستان لكي تؤمن الأجواء الموجودة في إقليم كردستان من الهجمات الإيرانية على المستوى أو على المستقبل. وهذه جاءت بتفاصيل مثيرة قد نشرت في الميدل إيست آي البريطانية الشهر الماضي هنا في 21 يونيو كما تلاحظون، وجاءت التفاصيل تتحدث عن أن هنالك قرارا قادما من لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي كانت قد أقرت تعديلا طرح من دون بيكن الذي ترونه هنا، وهو عضو في مجلس النواب الأمريكي وهو جمهوري، وضع تعديلا يأتي على أساس ويسمح بالأساس على إرسال المنظومات الدفاعية الأمريكية لكي تكون تحت سيطرة قوات البيشمركة لكي تتولى مسألة حماية طبعا الأجواء في إقليم كردستان. وحتى أن هنالك باحثا آخرا وهو رئيس برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي جوناثان لورد كان قد تحدث بأن البيشمركة تتلقى بالفعل حوالي 20 مليون دولار شهريا على شكل رواتب من وزارة الدفاع الأمريكية. التعديل يهدف إلى أن تكون الأموال أعلى من ذلك لكي تدخل هذه المنظومات الدفاعية، ويكون هنالك تدريبا للبيشمركة لكي تستخدم
هذه المنظومات الدفاعية لكي تواجه أي مخاطر قادمة، إن كانت بطائرات مسيرة أو صواريخ قادمة طبعا من إيران بشكل مباشر. وطبعا التعديل هنا يأتي على هذا التشريع السنوي الـ NDAA، هذا باختصار هو تشريع سنوي مرتبط بميزانية البنتاغون السنوية لعام 2024، وبالتالي الآن التعديل قد طرح وقد أقر بحسب التفاصيل التي نشرت طبعا من الميدل إيست آي البريطانية. وهذا الأمر يبدو جديا للغاية، إلى درجة إلى أن يوم أمس هذا الرجل الذي ترونه أمامكم وهو الجنرال تشارلز براون، هذا الرجل الآن هو مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لكي يكون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في المستقبل بدلا من مارك ميلي، الجنرال الأمريكي الحالي ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، هو الذي سيكون البديل على ما يبدو. كان هذا الرجل الذي نتحدث عنه أمام اللجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بهذا الشكل قد ظهر، وكان قد تحدث عن استراتيجيته وتحدث بأنه يجب أن يكون هنالك تعاونا مع شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لكي يكون هنالك ردعا للهجمات الإيرانية القادمة في المنطقة بشكل عام. لم يذكر العراق ولكنه تحدث يجب أن يكون هنالك تعاونا على أعلى المستويات، ويجب الدفع بشكل أكبر لمساعدة الحلفاء لحماية أنفسهم من التهديدات الإيرانية المتصاعدة. وهذا ما ذكره بالضبط كما طبعا وثقته هذه الصحيفة وقالت الآتي: جزء من هذا هو ضمان أننا أثناء قيامنا بذلك، يقصد التعاون طبعا بكل تأكيد، نوفر لهم أيضا القدرات ليكونوا قادرين على دعم الجهود المبذولة لصد العدوان الإيراني بجميع أشكاله. التهديد أصبح أكثر تعقيدا، وبالتالي لا يمكننا أن نكتفي بما حققناه. تالي هنالك عمل كبير يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب مهمة، لأن إيران المسألة هي ليست فقط في المسائل النووية وتصعيدها الدائم في منطقة الشرق الأوسط، بل المسألة أيضا مرتبطة في إرسال إيران للطائرات المسيرة لروسيا لكي تستخدمها في أوكرانيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ضد الناتو وغيرها. بل هذا الأمر أساسا قد زاد من تعاون روسيا مع إيران، ليس فقط في المسائل الدفاعية أو إرسال الأسلحة لإيران لكي تستفيد منها في مسألة الهندسة العكسية أو غيرها، لا أبدا، بل إن الآن روسيا أصبحت مشتركة بشكل كبير مع إيران في منطقة الشرق الأوسط لكي تضغط على التواجد الأمريكي. وهنالك تطورات مستمرة في الفترة الأخيرة بين روسيا وبين القوات الأمريكية الموجودة أساسا في سوريا هذه المرة، وكانت هنالك أساسا أنباء قادمة من الأوساط السورية تحدثت أن هنالك ضربة من قبل القوات الروسية على نقطة تقع بالقرب من قاعدة التنف التي تتواجد فيها طبعا القوات الأمريكية. وقاعدة التنف طبعا قد ظهرت هي تقع في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا، والضربات جاءت بهذا الشكل من قبل القوات الروسية بهذه الطريقة على هذه النقطة طبعا. وبحسب المصدر كما لاحظنا هو تحدث بشكل واضح بأن هذه النقطة هي بالقرب من قاعدة التنف، بالقرب من الحدود العراقية، بالتالي بملاحظة هذه النقطة ستلاحظ بأنك أمام ثلاث أشجار، النقطة التي ضربت هي هذه النقطة، وأن هنالك شجرة وسطية وشجرة أو أشجار متصلة بهذا الشكل. المنطقة واضح يعني ليست هنالك علامات كثيرة في هذه المنطقة، واضح بأننا أمام نقطة صحراوية قد تكون إلى شمال إلى شرق أو حتى إلى غربي قاعدة التنف. وبالتالي بفحص هذا الأمر بالقمر الصناعي لكي نتأكد من النقطة بشكل دقيق ونقترب الآن من هذا المثلث الحدودي الذي تتواجد فيه قاعدة التنف التي تعتبر منطقة 55 كيلو، هنا قاعدة التنف تقريبا في المنطقة التي تسيطر عليها طبعا هنا العراق كما نلاحظ، المنطقة التي استهدفت تبين واتضح بأنه بئر ماء موجود أساسا في الصحراء السورية التي ترونها هنا. وبالتالي المنطقة تبعد تقريبا من عمق قاعدة التنف تحديدا هنا بهذا الاتجاه ما يقارب 118 كيلومترا تقريبا. القوات الروسية قامت بتوجيه ضربة غير مفهومة تجاه هذه النقطة، إذا ما اقتربنا للتأكد من المنطقة التي تحدثنا عنها ستلاحظ فعلا
بأننا أمام نفس الموقع بهذا الشكل الذي ترونه، خاصة إذا ما أخذنا تقريبا 180 درجة من هذا الموقع. طبعا ستلاحظ بأنك أمام نفس العلامات التي تحدثنا عنها من هذه الأشجار الثلاثة، المبنى الذي ضرب هو هذا، وطبعا الشجرة الوسطية والأشجار المتصلة، وكما هو واضح هو نفس الموقع تماما الذي استهدف من قبل روسيا. وهذه الضربة هي تأتي بعد نوع من المزاحمة، من المشاغلة من قبل الطائرات الروسية للطائرات الأمريكية الموجودة في سوريا، كما تحدثت القيادة الجوية الأمريكية بهذا الشكل. انزعجوا مؤخرا من التفاصيل، طبعا في 5 يوليو كما تلاحظ من عملية دائما بشكل مستمر تقترب الطائرات الروسية من الطائرات الأمريكية وتحاول أن تشغلها بشكل مستمر. وطبعا إذا ما ذهبنا إلى الشاشة الكبيرة لنلقي نظرة على المقطع الذي نشرته طبعا القيادة الجوية الأمريكية لهذه المشاغلة القادمة طبعا من طائرة السوخوي 35 الروسية، لنلقي نظرة هنا. ستلاحظ أن التصوير قادمة من طائرات MQ-9 ريبار، الطائرات المسيرة الأمريكية التي تقوم بالكثير من العمل، وهي تصور طبعا طائرات السوخوي 35 وهي تقترب منها، تقوم بإطلاقات، تزاحمها. بالتالي الروس يعني لديهم دائما نوع من الإزعاج، نوع من المشاغلة للأمريكيين في سوريا، هو الأمر الذي طبعا انزعجت ولا زالت منزعجة منه الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي الأمور تتصاعد بشكل كبير، والسؤال هنا ما الذي ممكن أن تفعله إيران، وهل ستفعلها في سبتمبر القادم؟